الفلاحة سيما منها الفلاحة الصحراوية عرفت قفزة نوعية بوادي سوف، بات بها اقتحام التكنولوجيا الحديثة أمرا حتميا لتحقيق الرهان فيها على الأرض، فصارت تعقد لأجلها الملتقيات، لأنه من حقق أمنه الغذائي حقق أمنه العام. الملتقى الدولي الأول الخاص بالتكنولوجيا والابتكار لعصرنة الفلاحة الصحراوية هو حدث علمي بامتياز، الهدف منه ليس فقط أنه نجمع باحثين، وإنما هو فرصة لتلاقي والاحتكاك بالتجارب الأخرى الموجودة حول العالم، ومعرفة مدى أهمية التكنولوجيا والابتكار لعصرنة الفلاحة. إزالة العراقيل والحواجز على القطاع ومده بدماء جديدة من طاقات شبابنا علميا وميدانيا القادرة على تحقيق الرفاه للفلاح، أمر يجعل من الفلاحة قطاعا معصرا بالتكنولوجيا. نحيي تحية احترام للمواطن والمواطنة السوفية على التحديات اللي حطوا واتشوف في يعني مرتبة كبيرة، وصلوا حتى إلى تصدير، فنحن كسلطات محلية سنعمل يعني على تسهيل أو تخفيف كل يعني العراقيل الإدارية أو البيروقراطية على رأسها تسوية العقار، ربط بالمحيط، ربط المحيطات، فالسلطات العليا على رأس السيد رئيس الجمهورية تولي أهمية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، فالأمر هذا مواكب يعني من أسرة التعليم العالي، لازم نخرجوا من التسيير هذاك الكلاسيكي، لازم ندخلوا في تسيير علمي وتسيير يعني نمط جديد. ولأن الأرض يمكن أيضا أن تكون مصدرا لثروات طبيعية، علينا اليوم أن نجعل على فيها من التكنولوجيا والرقمنة أولى الغايات كما ترمي إليه الدولة الجزائرية.